ده 450 بطاطس احنا سلقناها، فاحنا هنا سلقناها هنبدا ان احنا ايه ننعمها معانا زي ما احنا متعودين اهو. كده بعد ما احنا نعمناها هنحط عليها ملح، لو انتي سلقاها في ميه ملح فمفيش مشاكل تحطي ملح. هنحط عليها 3 معالق من الزيت، وهنحط عليها 110 جرام من النشا. هنستخدم ايدينا ان احنا ندمجها كويس عشان نضمن ان النشا تغلغل معانا في كل البطاطس. زي ما انتي شايفين انا استعملت ايديا ان انا بدمجها اهو. خلاص كده هنبدا ان احنا نشكلها. ربما جزء منها القمر بتاعنا، ونبدا ان احنا نقطع الحلو اللي احنا عايزينه كده مثلا. كده البطاطس الجميله معانا جاهزه بقى ان احنا ايه نقليها. اقول لك على الزيت هنا قبل هنسويها على نار متوسطه عشان ما تتحرقش معاكي، عشان تاخد نار كويس.